السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من الأربعاء 12 جوان إلى الخميس 27 جوان 2024. إذا كان عندك أو راح يكون عندك 18 سنة أو أكثر يوم الاقتراع 7 سبتمبر 2024 بإمكانك تسجيل نفسك في القوائم الانتخابية. أما إذا كنت مسجل وغيرت مكان إقامتك تقدر تاني تغير مكان الانتخاب، ما عليك غير تتوجه إلى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المتواجدة بمقر إقامتك. أما إذا كنتم من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تقدر تتوجه لممثلياتنا الدبلوماسية أو القنصلية في بلد إقامتك. حرية الاختيار بيدك، سجل نفسك.